يعني بما انه انتوا اللي برا وانا جوا، انتوا المفروض تدعوا لي صراحه. كريم ليش مخبي علكه؟ لا ماما، هاي مو علكه عاديه. الله يسامحك يا زينه. علكه نيكوتين؟ كريم بدخل؟ لا لا يا بنت، انت هيك ظلمتيه. والواحد لما يستعمل علكه نيكوتين بكون بده يبطل يدخن. يعني هذا إشي منيح بالعلم، يعني إشي كويس. يا أم كريم إنتي حبيبتي، أنا هاي مش إلي، هاي لأبو سالم. وليش بخليها معك؟ شفتي هدية لأبو سالم. تضحك علي؟ فكرني هبلة؟ أم كريم أنا ممكن أحكي لك الحقيقة 100%، بس إنتي ممكن ما تصدقيها. طيب ماشي، بس يجي أبو سالم بنشوف قصة الهدية. يعني يا أختي طولي، أنا بغشك إشي؟ بس اسمع مني، يعني مش شرط الاشياء اللي بتحرميهم منهم يبعدوا عنهم. سامي وحد لنا الله، انت هيك رايح باتجاه خطر علينا كلياتنا. لا امك واعيه وفهمانه وراح تفهم غلطها، وانا كمان راح افهم غلطي. ولا مالي انا؟ كلنا هوا. ألو؟ زينة كيف حال أنت؟ مين؟ نينا؟ ماما رانا اللي مسكنا. ألو؟ ألو؟ سكرت. تحكي مع دورتي يا زينة؟ ومخبي علي؟ لا قالوا إيش؟ تحكي لي ماما رانا؟ يعني بنت الحلال طولي بالك، أنا على القليلة بتحترمك. والله سمر ما حكتها. احترام مين؟ احترام مين؟ كله خبايا، موبايل وخط؟ داري عنهم. من وين ولادي جايبين المصاري؟ انت الممول، انت الممول. انا ولك انا اصرف على اولادك؟ انا مراد بصرف علي. الله يسامحك مراد. وانا بقول وين عم بيروح راتبك يا ست زينة؟ وكل ما اسالك بتقولي لي مواصلات، اكل، مكياج، مش عارفه شو. طلعتي كمان تكذبي علي يا زينة؟ لا ماما لا، والله كنت احكي الصح. الخط والموبايل دفعت حقهم من مصاري سمر. شو؟ البس سمر؟ معك مصاري؟ فيها رحنا فيها. نعم كلنا هوا رحنا فيها. كلنا هوا رحنا فيها رسمي. راح اشتق لك. وين رايحة؟ سمر شو هدول المصاري؟ ما يكون اللي ببالي بس. إيه لا أكيد مش اللي ببالك. بتمولي خيانة أختك إلي وبتبيعي مخدرات يا سمر؟ اتقي الله أنت التاني، بتبالغي. شو مخدرات؟ الموضوع كله إنه هدول مصاري الجامعة اللي بعتهم ربحي بنتك سرقة حبيبتي. أنا نين تمويل هاد؟ وكمان حرامية مخلفة عصابة أنا. يا فسادة كريم تعال. استني استني، أي جامعة؟ هاي اللي قرب فصلها يخلص؟ يعني بتقدري تحكي أوه؟ آه؟ شو آه؟ احكي سمر. ولا إشي، واضحة. ربحي بعت المصاري، سحبت المصاري من البنك وهيهم بإيدي. ودراستها ومستقبلها. ودراستك ومستقبلك. شو أعمل فيكي يا سمر؟ ولا إشي، لأنه مستقبلي ودراستي مش نفس الإشي. بليز ما تخربط الموضوع رنا. غير عن بعض. طب ما هي زينة، ما هي من إلها 100 سنة متخرجة ومش ملاقي شغل، ولما لقت شغل لقت شغل مش بمجالها. سمر أختك مش مقياس، مشكلتها مش بالشهادة، مشكلتها بقدرة استيعابها. طب سامي؟ هاي سامي هاي بيشتغل شغل مش شغل ومبسوط ومرتاح ومكيف. والله هلا ان شاء الله انا رح اقلق راحته. سمر الله يرضى عليك، اوعي تاخذيني قدوه انا. طب انت رنا؟ وانا مالني؟ انت حبيبتي من اول ما تخرجتي ومن قبل ما تشتغلي وانت ام، ولما اشتغلتي لقيتي شغل بالصدفه، ولا انت كمان مش قدوه؟ افهمتك، رديها عليها اذا استطعتي. خالو بصير تشحن الموبايل
ما بدي خالتوني نترينه يكون مغلق، تقلق علي بعدين. تقلق عليك يوه، والله شكله يا خال كلنا راح نقلق على بعض اليوم. خال كيف الوضع؟ يعني مش عارف شو اقول لك خال، بس يعني حاسس مش مطمن. ليش؟ كريم امك قاعده وساكته وهذا اشي مش مطمني ابدا. خال هاي مش امي بس، وهاي اختك كمان، ولازم انك تكون منيح بالتعامل معها وانك تكون حنون عليها. حنون ايش يا زلمه؟ انت من متى صرت مصلح اجتماعي هسا؟ من يوم يومي. طب اسمع، انا بدي اخذ كلامك واقعد معها ونتفاهم، بس اي اشي بيصير علي على مسؤوليتك. توكل على الله. طب اسمع، طب شو احكي؟ يعني اول مره بكون هيك محبوس مع بني ادم غريبه. شو كريم؟ كريم!